ونعود للحديث مرة أخرى عن التظاهرات في العراق والحراك الشعبي المتصاعد. معنا من بغداد مسؤول مكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني تظاهرات من شمال العراق إلى جنوبه، كيف تقرأ هذا الحراك الشعبي الجاري والمتنوع حاليا؟ نعم، طبعا هو الحراك الشعبي في العراق هذا هو كله امتدادات ثورة تشرين. نعم. الحراك الشعبي لم يتوقف يوما، ونلاحظ اليوم احنا بالآونة الأخيرة الحراك الشعبي الزاد خصوصا في مناطق كردستان الحكم الذاتي. نعم. نشاهد في أربيل وفي دهوك ولما تعرضوا له الناشطين من عمليات قمع في هاتين المحافظتين. نعم. واليوم نشوف كذلك في محافظة السليمانية، يعني طلبة الجامعات وهي السليمانية معروفة بالحركات الطلابية اللي كانت تصير سواء في زمن النظام السابق أو الآن. ونتمنى أن تكون هذه شرارة وتتوهج وتكبر هذه على الطغاة الحكام الموجودين القابعين كذلك في كردستان اللي هم شركاء مع حكام المنطقة الخضراء اللي قمعوا وحاولوا يعني فاسئين ثوار تشرين من خلال قمعهم بخطفهم باعتقالهم بإيداعهم السجون أو بتصفيتهم وقتلهم بالشوارع. فاليوم الثوار ما راح يسكتون، ونشوف احنا كذلك اليوم دعوات لمظاهرات في بغداد، دعوات لمظاهرات في محافظة بيقار مدينة الناصرية، خصوصا اليوم عندنا ذكرى سنوية مرت علينا هي ذكرى استشهاد الرفيق إيهاب الوزني. نعم. في ذيقار، وهذه اليوم الذكرى اللي صارت في ذيقار المظاهرات يدعون إلها يوم غد كذلك. وكذلك احنا اليوم عندنا وفد برئاسة الدكتورة مها راح تكون حاضرة إلى محافظة كربلاء يوم غد لمواساة عائلة الشهيد إيهاب الوزني واللقاء بوالدته. لذلك اليوم الشعب ما عاد من شينته أن يسكت. قد سكت الشعب العراقي طويلا ما يقارب 18-19 سنة، لكنه انفجر غضبا بثورة تشرين، لأن الشعب العراقي لا يمكن أن يبقى ساكت طيلة هذه الأعوام. ونحن نلاحظ عملاء الغزاة يتمتعون بهذا البلد ويفصلون على مقاساتهم ويجرونه وفق أهوائهم، فما راح يبقى الشعب ساكت. واحنا نبشر الجميع انه العراق دخل فعليا بمرحله التغيير. نعم سيد علي، يعني اذا هي نار تحت الرماد، يعني ربما تهفت لكن لا تنطفئ، الى اي مدى فشلت الحكومه الحاليه في مساعيها لاحتواك الحراك الشعبي رغم تركيزها مرارا وتكرارا على اهميه تمرير الانتخابات البرلمانيه؟ طبعا هي نار تحت الرماد اكيد مثل ما تفضلت حضرتك، وهذه النار تحت الرماد هي انطلقت يوم 1 تشرين الاول 2019 ومستمره لحد الان. نعم. هذه النار تحت الرماد راح تدور، راح تتوهج اكثر واكثر. اما الحكومه الحاليه الموجوده او حتى اللي قبلها حكومه عادل عبد المهدي في المنطقه الخضراء، ما يمكن بامكانهم ولا باستطاعتهم ان يقمعون الثوره. يعني عمر اليوم الإرادة الحزبية لا يمكن أن تنتصر على الإرادة الجماهيرية، هذا شيء مخالف للواقع. اليوم إحنا شعب صح عدنا إلى شعب نناضل من جديد من أجل التحرر، لكن سرعان ما سننال هذه الحرية، لأننا أساسا شعب حر. اليوم الشعب العراقي عاش فترة طويلة من الحرية تمتع بها بعد طرد الاستعمارين العثماني والذي يليه الاستعمار البريطاني. فلا يمكن اليوم أن نقبل بهذا الذل والهوان اللي مارسوه علينا اليوم الاستعمار الأمريكي والإنجلوساكسوني الجديد في العراق وما رافقه من احتلالات رديفة ومن تدخلات خارجية أخرى من مختلف دول الجوار بل وحتى دول إقليمية. فلا يمكنهم نهائيا، واحنا قلناها منذ البدايه. اذا هل الاحزاب الحاكمه تعتقد انه بامكانها ضبط عقارب الساعه الى الوراء في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقه التي تعيشها الحكومه اليوم ويعيشها العراق؟ لا يمكنهم بتاتا، لانه كل القواعد الحزبيه اليوم اللي مغرر بيها في الداخل العراقي فقدت اليوم هذه القواعد بالنسبه لقيادات هذه الاحزاب. ونشاهد احنا الانتخابات الاخيره العزوف الجماهيري الكبير اللي صار، وبرغم العزوف الجماهيري نشاهد حتى لما نظموا مظاهرات ووقفات احتجوا فيها على نتائج الانتخابات امام بوابات المنطقه الخضراء، نلاحظ لما تسربت الصور بانه المحتجين حتى كانت اصابعهم ما يعني متنقعه بالحبر، حبر الانتخابي. فهذا دليل انه حتى قواعدهم انه هم خسروها. هذا ليش؟ هذا نتيجه الفساد اللي كان يمارسوه على مدى 19 عام
خلقة وطبقة يعني طبقة مترفة عالية الرفاهية. بالمقابل فقر مدقع يعيش الشعب العراقي. مشروع الثورة في العراق وإسقاط العملية السياسية القائمة إلى أي مدى أصبح ضرورة ومطلب لدى الجماهير العراقيين، وما هي الخطوة حتى يتفعل؟ إحنا اليوم الثورة والتغيير في العراق وإسقاط النظام العميل الحاكم في العراق منذ العام 2003 لحد اليوم، هذا بات وجودنا، سر وجودنا إحنا كبشر كثوار. اليوم احنا نتنفس الثورة، ناكل ثورة، نشرب ثورة، نلبس ثياب ثورة، ثورة وجودنا، فنناضل من اجل وجودنا، هذا وجود اطفالنا، وجود احفادنا. اين يكبرون اولادي واولادك واولاد الشعب؟ اين يكبرون؟ اين يعيشون؟ اين يترعرعون؟ على مدى 19 عاما ابنتي وابنتك وابني وابنك حين يدرسون ويصلون الى المرحلة الفاينل بالامتحانات النهائي يسألون بابا في أي بلد نكمل جامعتنا؟ صحيح. هل نرضى على نفسنا أنه أولادنا يسألوننا هكذا سؤال؟ أكيد لا، لدينا بلد، لدينا عراق، هذا وجودنا. اليوم الثورة، ثورة تشرين، هي وجودنا، فرح نناضل من أجل وجودنا، ولا بأس أن نذهب شهداء، يذهب الواحد والعشرة والألف، بل الخمسة آلاف والعشرة آلاف، المليون، مستعدين نقدم مليون شهيد ونلتحق بالجزائر نكون بلد المليون الثاني، لكن من أجل أن يعيشون أولادنا بعز وحرية. شكرا لك، شكرا لك مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لك.